ليه ما تفيده. عملية توزيع الحافلات على البلديات تدخل في الإطار لتحسين ظروف تمدرس تلاميذنا وخاصة في المناطق البلديات البعيدة، وهذه حصة أولى تتكون من 20 حافلة، وستليها إن شاء الله حصة أخرى من 23 حافلة، وكما سبق كذلك حصة أخرى من 23 حافلة، وهذا من أجل تغطية كل احتياجات على المستوى البلدي. فكل الظروف تم تهيئتها وتم مراقبة كل مؤسسات ابتدائية ثانوية وحتى المتوسطة، فكل ظروف مهيئة لاستقبال أبنائنا إن شاء الله.